كيف يستطيع المسلم أن يخشع في صلاته على الوجه المطلوب شرعا، بحيث أنه لا يفكر في صلاته بأمر من أمور الدنيا على الإطلاق، ثم تقول عن نفسها: أنا أحاول أن أخشع في صلاتي، ولكني مع ذلك لا أستطيع أن أتحكم في تفكيري، فأجده أحيانا بعيدا عن الصلاة في أشياء أخرى، وأتمنى أن أحس بلذة الصلاة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكذلك مثل سلفنا الصالح الذي كان أحدهم يصلي فيقع الحائط بجانبه فلا يحس به من شدة استغراقه في الصلاة، فكيف أستطيع أن أكون كذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الخشوع في الصلاة أمر مطلوب، وهو روح الصلاة ولبها، وللخشوع أسباب، منها الإقبال على الله سبحانه وتعالى في الصلاة واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، ومنها تذكر الوعد والوعيد في الصلاة، تذكر الإنسان الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم والثواب الجزيل لمن أدى الصلاة، والوعيد على من عصى الله سبحانه وتعالى، تذكر هذا، يتذكر هذا خشع رغبة ورهبة، رغبة في الثواب وخوفا من العقاب، مع استحضار عظمة الرب سبحانه وتعالى، يستحضر عظمة من هو واقف بين يديه ومن يناجيه بكلامه. ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا وقف أمام أمير أو ملك من الملوك، ماذا يكون حاله من الهيبة ومن الحساسية، ويخشى أن هذا الأمير أو هذا الملك ينتقده في وقفته أو في أدبه؟ الله جل وعلا أحق وأولى أن يعظم وأن يخاف، لأنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ينصب وجهه كما صح في الحديث قبل وجه المصلي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى آخر ما جاء في الحديث. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام في الصلاة فإنه يقوم بين يدي الله عز وجل، والله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، يعني لا تلتفتوا بقلوبكم، وكذلك لا يلتفت برقبته ورأسه أو بجسمه، ينحرف عن الاتجاه القبلة، وأولى لا ينحرف بقلبه أيضا عن الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يستعيذ بالله من الشيطان في أولها بحضور قلب. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يتدبر القرآن الذي يتلوه في الصلاة، ويتدبر الأقوال والأفعال التي يؤديها في الصلاة من تكبير وقيام وقعود وركوع وسجود، يتدبر هذه الأشياء، وأنه يفعل هذا تعظيما لله سبحانه وتعالى وطاعة له. وكذلك لا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب من الأسباب، إما بسبب حضرة طعامه وبحاجة إلى الطعام، أو بسبب أنه مشتغل بوجود الأخبثين البول والغائط، أو بسبب شدة برد أو شدة حر، إن هذه تشوش عليه صلاته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. هذه من أسباب الخشوع. ومن أسباب الخشوع أيضا إطابة المطعم بالأكل من الحلال، تجنب الحرام، إن هذا من أسباب الخشوع في الصلاة. فالذي يأكل الحرام ويكتسب الحرام هذا لا يجد لذة الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.